صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردان وعلى نورسات وتلفزيون تيلي لومير. بنصبح عليكم هذا النهار المبارك، ومعنا في الاستوديو ضيفة عزيزة علينا وهي صديقة أيضا، ميري حتر، وهي الناشطة الاجتماعية. وقبل أن أقول ناشطة اجتماعية، هي أم، زوجة وأم وتيتا جدة. كمان جدة أيضا. فأهلا وسهلا فيك ميري. صباحكم نور، وأنا بعتز أني أكون بهذه المحطة الروحية اللي هي أصبحت صديقة لكل بيت، أصبحت مشاهدة من كل، خاصة يعني أنا يعني بكرة مسافرة لأمريكا، خاصة المغتربين، يعني يزداد ارتباطنا بهذه المحطة لما تقدمه من نور، من روحانيات جميلة احنا بحاجة إلها. فأنا بهنيكوا على هالمحطة، وبطلب بركة الرب يباركنا جميعا بأنه نكون رسل للسلام للمحبة. وفي هذا اليوم تسمحي لي أحكي كمان، يا رب السلام، أمطر علينا السلام وامنح بلادنا السلام بالظروف الراهنة اللي بتمر فيها. وصباح الخير لكل المشاهدين الأعزاء. حبيبتي ميري، يعني احنا كتير كتير مبسوطين اليوم بوجودك معنا بالاستوديو، وخاصة انت الناشطة الاجتماعية ودائما حاضرة في المناسبات الوطنية وايضا في المؤتمرات، دائما مشاركة فعالة. تخبرينا او تحكي للمشاهد هيك نبذة عن حياتك. يعني اولا انا امنت منذ صغري بالعمل العام، نعم، وان الانسان السعادة في العطاء، وبمقدار ما تعطي تشعر بكيانك وبوجودك بالجسد. يعني نحن كمسيحيين لما بنحكي يعني خصنا المسيح له المجد بأنتم نور العالم، فيجب أن نكون هذا النور اللي حامل الرسالة في كل المواقع. مش شرط يعني أنا أعلن إني أنا مسيحية في كل موقع، ولكن دعوا أعمالكم تتحدث عنكم. يعني لما بقول أنا بعمل الخير، بحاول أني أنهض في وطني، أقدم ما أستطيع لرفعة هذا الوطن، فأنا بكون الإنسان الصالح اللي يستحق هذه المواطنة. يعني الوطن مش كلمة أني أنا أحطها بس بالوثائق أنه أنا أردنية، حتى أنك تكون مسؤولية المواطنة يجب أن تنعكس عليك ممارسة وسلوك. يعني زي ما أنا بطالب بحقوق، علي أن أقوم بواجبات، وكل إنسان قادر فينا أنه يعطي من قلبه. حلو. وإذا كان هذا العطاء من القلب فهو كنز المحبة. حلو. فلما جميل. بتكون كنز المحبة يعني بنحاول أن نوزعه على من حولنا، الكل يشعر بالسعادة، الكل يشعر بأنه ذات قيمة. فهذا التعزيز الإحساس بالمواطنة والقيم يجب أنه يكون يتابع خطواتنا في كل عمل بنقوم فيه، وإلا يعني احنا بنيجي بنطلع من هالدنيا ما عملنا شيء. نعم. فانا بحاول اني دائما يعني اللي بعتز فيه هويتي كمسيحيه وهويتي كانسانه اردنيه، هذا اللي بعتز فيه في هذا الوطن. من هذا المنطلق ميري، وانت كمان ملتزمه ايضا كنسيا، يعني بتحضر دائما مداومه على حضور القداديس ودائما متابعه في المؤتمرات الدينيه، وايضا كمان مطلعه ومثقفه، تقرأين الكثير والعديد من الكتب اللاهوتية، فهذه زي ما بقول الباقة من الثقافة اللي اكتسبتيها من بيئتك، من عائلتك، من علمك وثقافتك، كيف عكستيها كمان عائلتك يعني أولادك؟ هل هم أيضا هيك متابعين مثلك؟ نعم، يعني أنا بحاول أنه مفاهيمي من الأساس من التربية، نعم، انه يعني زي ما كان يحكي لي اياها رحمه ابوي، خبب ابنك لا تخبي له. نعم. يعني معناته انه استثمر فيه بالمعرفه بالتربيه، اعطيه كل مقومات الحياه الصحيحه. يعني العلم ممكن يحصل عليه بكل مكان، اما التربيه يعني انا بآمن انه الاسره هي الحاضنه للمفهوم الاول للتربيه. وكنت دائما انادي بانه تكون منظومه التربيه منظومة متكاملة، يعني لا يكفي انه انا بس القيم عندي تكون بالبيت، يعني يجب ان تكون بالمدرسة بالشارع، إن لانها حلقة متكاملة. فحتى يكون الانسان سوي وانسان نموه التربوي والعاطفي والاخلاقي متكامل، يجب ان نعنى بهذه الحلقة
إنها تكون متكاملة، حتى انعكاساتها على الأجيال تكون تربية آمنة وأخلاق بالحد الأدنى، التزاماتها ما تتأثر. خاصة دكتورة يعني إنه إحنا للأسف يعني كان على دور أبانا وأمهاتنا إحنا اللي نربي بالبيوت. نعم. لكن هلأ في عهد هذا الانفتاح والعولمة أصبحت الدخلاء على التربية من خلال هالجهاز الصغير اللي بيمسكه ابني، أنا ما بعرف يعني شو اللي بتلقاه ابني. نعم. فيجب أن نكون حريصين كل الحرص على مراقبة أبنائنا، المراقبة بمحبة وليس المراقبة التسلطية، حتى أنه نحافظ على المقومات أو البذار المحبة والتربية والأخلاق اللي زرعناها، أن لا يختالها الزؤان ويعني يقضي عليها، لأنه يعني أجيالنا كمان هالأطفال وهالشباب يعني أنا بقدر ما أنه بتعاطف معاهم على التحديات اللي بمروا فيها، يعني أصبح عقلهم مشوش، يعني لا تستطيع أنك تلتزمي بثوابت معينة وأنت تدخلي في مرحلة صراع، هل اللي تعلمته صح أو هل اللي بشوفه صح؟ نعم. فيعني هذه يعني شيء يجب أن نلتفت إليه كأباء وأمهات. وفي شغلة ثانية دكتورة، صار في جاب أو فجوة ما بين إحنا تربيتنا وتربية أبنائنا، وفي فجوة تكنولوجية بجزء إحنا ما نقدر نعمل فلو أب أو متابعة على اللي بيعملوه أبنائنا. يعني أحيانا بجوز أنا حفيدي الصغير زيد بيضيعني بالتكنولوجيا، فيجب أنه أن ننتبه أنه نكون مواكبين بمحبة لما يمر به أبنائنا. حلو حلو، جميل جدا سيدة ميري، يعني اللي ما تفوتي وتكلمتي عنه. أنا بحب أحيي كل الأشخاص اللي متابعونا كمان على صفحتنا على نورسات الأردن، وكل الأشخاص اللي بعتونا بتعليقاتهم وصباحاتهم المباركة. بحيي ماجد البير، من أحبه الله ملأ قلبه رحمة في كل وقت، ولكل الناس وشبعت نفسه من فرح الرب، آمين. وماجدة عبوي دبابني يا طفل المغارة، وكن معنا. أم عادل النبني، صباحكم نور يا رب، فرح قلب كل حزين، وأجعل ميلادك ولادة جديدة لكل إنسان، كل عام وأنتم بلدنا بألف خير. وأمل السلمان، صباح النور مع الفحيصية النشمية. يعني عارفين أنك أنت من الفحيص. وعارفين حضرتك ماري، حلقتنا اليوم عن المرأة وقصة الميلاد. في قصة الميلاد كنا نتحدث وإحنا خارج الهواء عن المرأة كمفهوم عام للمرأة، كيف تشوه هذا المفهوم وكيف نسب هذا التشوه إنه من الكتاب المقدس. في كتير من الآيات الإنجيل الكتاب المقدس، في بعض المفردات أو بعض الآيات ناس عم تأخذ فكرة إنه هي شوي مشحفة بحق المرأة، أو إنها هي عم تعمل لها منزلة دونية عن منزلة الرجل، وخص الرجل بمنزلة أكبر من منزلة المرأة. ولكن الآباء القديسين وآباء الكهنة المطلعين طبعا ضد هذا الفكر اللي فيه التمييز ما بين مكانة المرأة بالكتاب المقدس وكيف أرادها الله، وما بين نظرة المجتمع للمرأة، النظرة الدونية أنها هي أقل منزلة أو منزلة أخرى عن الرجل. فعم بتشوفي هذا اللغط ما بين نظرة المجتمع ونظرة الكنيسة؟ أولا اسمحي لي دكتورة، أحيي كل النساء، أحيي كل الأمهات، يعني كل نساء الوطن، كل النساء اللي هم يعني أنا أعتبر المرأة هي شريكة الله المجلى اسمه في عملية الخلق، فلو لم تكن المرأة لما كان الجنس البشري من الأصل. فسبحانه وتعالى عندما اختار المرأة يعني حتى يعني في قول أذكره أنه الله المجلى اسمه عندما خلق العالم شاف أنه تمنى أن تكون له أم، لما في الأمومة من عظمة، لما فيها من رسالة. فالأم هي يعني كما حكينا أنه شريكة الله في الخلق، فهذه اللي تحمل أسرار الوجود البشري، التي تحمل المحبة. يعني أحيانا
يقولون المرأة كائن ضعيف، لا هي قوتها اللي منحتها هذا السر. يعني لو كانت يعني ما تمر به المرأة من الحمل والولادة والمخاض والتحديات وداخل الأسرة والتربية، هذا يحتاج إلى طابور من النساء أو الرجال حتى أنهم يقوموا بهذا الدور. فكيف نقول المرأة هي مركز ضعف؟ يعني أنا كوني برضو ناشطة بقضايا المرأة ومنذ باللجنة الوطنية لشؤون المرأة، يعني مع سمو الأميرة بسمة ومع كل الحركات النسائية، نحن نعامل التشويه اللي حصل على المرأة سببه عدم الفهم للقوانين، عدم ازدواجية يعني عدم الفهم وازدواجية المعايير. يعني المرأة المساواة، يعني احنا للأسف يعني بنناضل على أساس نطبق المادة السادسة بالدستور الأردني، الأردنيون أمام القانون يعني بحقق المساواة، لكن هناك فقرات إما بالقانون المدني، وإحنا يعني نحكيها بصراحة نحن نحتكم لأكثر من قانون، وهذا أدى أنه البلبلة بالمفاهيم. يعني أنا يوم بدي أحتكم للقانون الشرعي، يوم بدي أحتكم للقانون الكنسي، يوم للقانون العشائري اللي بحكم الجميع. يعني أنا هذه المنظومة من 4-5 جهات فيها مرجعيات تحكمني بالقانون. طيب أنا القانون لما تتعدد مرجعياته لا يحقق العدالة لأي فئة، لا يحقق العدالة. عندما تتحقق العدالة والمساواة يكون الحق في أوج عظمته، لكن أنا لما تنتقص يعني تنتقص من هذه الحقوق تحت مسميات مختلفة، فأنت سلبتني جزء من الكامل وأعطيتني الفتات، فهذا اللي بيصير. لكن لنعود لسؤالك الأول دكتورة، المرأة في الإنجيل، أنا درسي لاهوت ودرسي برضو شريعة إسلامية. أحيانا الاجتهاد الشخصي لبعض الدخلاء على الدين الطرفين يعني إسلامي ومسيحي، اجتهادات بتخليهم أنه حسب فهمي المحدود أنا أفسر آية، لكن اللاهوت بعظمته لا أستطيع. يعني أنا بدي قدرات عالية جدا وفهم لاهوتي عميق حتى أفهم مثلا يعني من اللي حكيتيها، مثلا عندنا آية بالإنجيل إنه لما بنحكي أثناء الإكليل يعني إنه برفضوا تتبع المرأة زوجها، يعني بيعتبروها إذلال. يعني هي بعض الآيات التي يعني كما أعطت منزلة دونية للمرأة. نعم هي يعني إحنا نفهم العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة تكاملية تشاركية وليس علاقة ندية. يعني أنا بدون الزوج لا أستطيع أني أبني أسرة. قد أقول يعني شفت في عندنا 67,000 سيدة يعني رئيسة أسرة عندنا بالأردن، ولكن هذا المفهوم إحنا بدنا النص المتكامل بكل الشرائع الدينية. أحل الله الزواج بمفاهيمه المقدسة حتى الأسرة تكون محبة وأمن وسكينة، لكن ما في هذا اللي بأخذوها التسلطية بأنه مين البوس بده يكون أو مين الحاكم مين. لا يا أستي، هي كما أن المسيح رأس الكنيسة، يعني هو رأس الأسرة. يعني أي إشي أنا بدي أحط لو أنا يعني بعمل إدارة مشاريع، يعني ما بصير أحط كل اللي بالاستوديو كل الأعضاء أنهم يديروا. أنا بحاجة لواحد يكون مسؤول، يكون في حالة الأزمات موجود. يعني أحياناً قد تكون المرأة هي هذا تقوم بهذا، لكن يجب أن نؤمن بأنه أمن الأسرة هو بالعلاقة المحبة والثقة والاحترام والتشاركية، لأنه بدون التشاركية بيكون شتات للأبناء، بيكون يعني جو مشحون بالحقد بالكراهية بالتنمر داخل الأسرة. نحن لا نريد هذا التنمر حتى من أي مرجعية، لا دينية ولا غير. خلقنا الله على أحسن وجه. يعني لما يعني أنا كأم والله زي ما حملت بابني 9 أشهر نفس الإشي ببنتي، فلا على أي أساس أنه يكون واحد أحسن من الثاني؟ ولكن هي الأدوار مختلفة، يعني بالتدريب قد نقوم بنفس الأدوار، ولكن بما أن الله خلقنا حتى نحقق هذه العدالة، حتى نبني أسرة،
نعم. يجب أن نبنيها على المحبة وعلى التشارك. أمين يا ربي. تسلمي يا أخت ميري على هذا الشرح اللي أشرتي إليه على المجتمع ونظرته للمرأة. نحن في بعض النشاطات يعني بنحب هيك نسردها أمام المشاهدين، نعطيهم مثل ما تقول مساحة من متابعة نشاطاتنا ونشاطات الكنيسة خاصة في هذا الأسبوع. وإذا لاحظتوا أن هناك في بيان من مجلس رؤساء كنائس الأردن يمنع أو ألغى، مش يمنع، ألغى الاحتفالات الاجتماعية في أعياد الميلاد ورأس السنة. واللي بتسائل بقول ماذا يجري في الأردن وماذا يحصل في الأردن ولماذا هذا البيان صدر عن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن في إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد. لما منقول إلغاء الاحتفالات مش معناتها الدينية، الصلوات قائمة والشعائر الدينية قائمة والشجرات الميلاد المزينة وإلى آخره، لكن الاحتفالات اللي بتكون في الأماكن العامة تم إلغائها، مثل اليوم في إضاءة شجرة في مادبا تم إلغاء الاحتفال، كان تحت رعاية وزير السياحة، والسبب أن هناك في الأردن بعض مرتبات القوات المسلحة تم استشهادهم على يد متطرفين كانوا عم يسعوا إلى خلخلة أمن الأردن. فيعني احنا بنحيي جهود الامن العام، بنحيي جهود الجيش العربي، وبنحيي جهود القوات الخاصه، وايضا الاردن بمليكه وشعبه وقيادته وحكومته الرشيده في متابعه حيثيات ومجريات الامور. ومنقول الله يرحم شهداء الوطن. ونحن في الإنجيل والكتاب المقدس مذكور افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الحزانة. فنحن كمسيحيين وإحنا على الأبواب احتفالاتنا بأعياد الميلاد، وأنتم عارفين احتفالات أعياد الميلاد دائما يسودها الفرح زي ما بقولوا والفرح والموسيقى والاحتفالات المبهجة، لكن الوطن يبكي على شهدائنا الذين ارتقوا إلى الأعالي بسبب هذا الوضع المتطرف أو الوضع الإرهابي الذي يسود بلادنا. فميري كمان حدثينا، كمان أنتم في الفحيص أضأتم شجرة الميلاد وكان يعني حاضرا، بس لكن كان الاحتفال يسوده هيك جزء أو حزن حسينا هذا العام كان برحيل الشهيد الوطني الدكتور الدلبيح بالبداية، وأمس كان 3 من ضباط أيضا القوات الخاصة. فحدثينا أيضا كيف نعيش يعني الميلاد. إحنا لما نقول عيد الميلاد، الميلاد كلمة تعني المحبة، تعني هذا العلاقة التي توحد السماء والأرض بحدث عظيم. فهو الأصل، يعني هذا الحدث هو حدث عظيم جليل روحاني محبة، يعني أعظم من هذا أن يتجسد الإله ومن العذراء الطاهرة لن يكون. فنحن جوهر عيد الميلاد هو روحانية عيد الميلاد ببعدها المحبة، ببعدها اللاهوتي والديني. نعم. ولكن يعني هذه المظاهر اللي دخلت على عيد الميلاد هي مظاهر استهلاكية، يعني لما بنحكي سانتا كلوز هي كانت لمفهوم الخير، ولكن يعني لما كان القديس نيكولاوس انه يجي من المدخنة وينزل للأسر الفقيرة والهدايا، لكن لما كل شيء يطغى عليه النمط الاستهلاكي ينحرف عن بعد الروحي، يعني اصبحنا مظاهر العيد تطغى على جوهر العيد، وهذا ما لا نريده. بالفحيص يعني نشكر صاحبة الجلالة اللي أضاءت الشجرة، ويعني العائلة الهاشمية دائما يعني هي يعني نحن نفتخر ونعتز أن صاحب الجلالة يملك الوصاية على المقدسات الهاشمية المسيحية والإسلامية. فهذا بالنسبة لنا صمام أمان وفخر لنا كمسيحيين عرب في هذا الوطن، إنه نحس بهذا الروح المحبة والتسامح والعطاء
من رأس الهرم اللي هو صاحب الجلالة اللي بنتمنى له الصحة، وبنتمنى الله يعني بنتمنى له كمان القدرة على مواجهة هذه التحديات. نعم. الله يكون معه وقيادة هذا البلد. وبنعزي يعني أختي، أنا لما أحكي أم الشهيد فهي الأكثر وجعا في هذه المرحلة. يعني إحنا لما بنلغي الاحتفالات، المظاهر الاحتفالات. نعم. وليس جوهر الاحتفال. نعم. بنلغيه على أساس إنه إحنا كالجسد الواحد إذا اشتكى، يعني حتى بالقرآن الكريم إنه كلياتنا بنكون أمة واحدة، يعني نمثل هذه البنية الواحدة، بإنه أي حدث الكل يكون في خندق واحد مع الوطن. نعم. لأنه الوطن أكبر منا جميعا. يعني صاحب الجلال، يعني أنا هذه القوات أو هذه الجهات اللي لا ضمير لها تحاول أن تعبث بأمن الوطن، يعني إحنا يجب أن نكون كلنا مجسات شعبية وطنية نرصد ما يدور حولنا لأمن الوطن. يعني أنا مسؤولة وأنت مسؤولة، كل واحد يجب أن يكون مسؤول. إذا تحسس أي موقع في خطر في جهات أمنية يبلغها، لأنه هذا وطننا. يعني هذا الحمد لله، ليس واجب، هو أنا بحافظ، لما بحافظ على الوطن بحافظ على وجودي الإنساني. فأنا بعزي أمهات الشهداء، بعزيهم بدمع يبكي من القلب، لأنه هذا الوجع هو وجع كل أمهات الأردن. يعني ما فيش أم اللي لما شافت أم الدكتور الدلبيح إلا بكت معاها وهي تندب ابنها. نعم. فإحنا كمان لما بنأخذ يعني العذراء اللي علمتنا الأمومة، إحنا يعني دائما هي مثلنا الأعلى. نعم. هي واجهت كل التحديات اللي بتواجهها أي امرأة، واجهتها عندما يعني حضر صار سر التجسد، فهي وقت البشارة خافت كخوف أي امرأة إحنا قاعدين، إذا حملت خارج إطار الزوجية فهي بتتعرض عنا قضايا الشرف، فهي برضو كان عندها خوف لأنها في مجتمع هيك عقيدته. خافت على ابنها لما هرب، خافت على ابنها لما يعني لما وجد اختفى عنها ووجدته بالهيكل، اتهجرت، فنشعر بألام المهاجرين. يعني العذراء هي المجلة اسمها، حملت بأمومتها كل آلام الأمهات. نعم. فهي يعني أنا لما يعني وحدتنا بالأمومة، ومنها نستمد القوة والتدبير. يعني شوفي كدكتورة، إحنا كأمهات أول كلمة بنحكيها بس يصير إشي بنقول يا عذراء. ليش؟ لأنه هي زينا، هي بشر، هي الأقدر إنها تحس بمشاعرنا، فإحنا بنحس إنها هي اللي المجلة اسمها قادرة إنها تسندنا. فإحنا لأمهات الشهداء بنوقف وقفة أردنية. نعم. بنوقف العزاء، بنوقف معاهم بكلمات المحبة والتعزي والإيمان، ونتمنى أن يجتاز الوطن هذه الأزمة. قواتنا الأمنية بمختلف مرتباتها مواقعها هي فخرنا وعزنا ومصدر أمن وأمان هذا الوطن. تسمحي لي، في صاحب الجلالة حكى كلمة يعني أنا دائما بحطها نصب عيني، إنه نحن جميعا في سفينة الوطن، فإذا عبث أحد في محركات هذه السفينة غرقت بالجميع. ونحن نريد لهذا الوطن أن يبقى صامدا قويا، وهي الأزمات متمر، وإن شاء الله قواتنا بتعود إلى دائما. معلش، في اتصال معنا من الدكتور جلال فاخوري. فصباحك نور دكتور. صباح الخير. تأخرنا عليك في الانتظار. وهي مناسبة استثنائية أسلم على الأخت ماري. صباح الخير الدكتور جلال الصديق العزيز. أنت بتظلي دائما الأخت الكبيرة. وبدي أقول كلمتين عن الست ماري. نعم. لمعرفتي فيها، أولا لباسمة لأنها غيورة الست ماري على الدين، وثانيا ست مثقفة وجيدة وكاتبة، وأنا عرفتها من خلال الكتابة وزرتها في البيت الحقيقة، وكانت على سلوكية وأخلاقية جيدة. بعتز بشهادتك دكتور، شكرا.
الشغل الثاني اللي بدي أقولها هي وصفت الحال المجتمعية الأردنية توصيف دقيق إنه هذا البلد بلدنا. نعم. وأي تفريط فيه خاصة من قبل المسيحيين هو تفريط بعرضنا بأسرنا، تفريط بالوطن، تراب الوطن غالي يا باسمة. هذه ناحية. الناحية الثانية إذا انتقلنا للميلاد فالميلاد روحية، مش ضروري يعني هاي المهرجانات والاحتفالات مش ضرورية، لأنه الإنسان لما يفرح بميلاد المسيح بيفرح في قلبه في نفسه، ما بيفرح في شجرة الزينة اللي بعد 3 أيام 5 أيام من العيد بشيلها. الفرح لازم يظل ملازم قلوبنا على طول. نعم. ومن هنا أنا بوجه دعوة لكل المسيحيين ألا يأخذوا الميلاد بالناحية البيولوجية، يجب أن يأخذوها من ناحية ثيولوجية روحية. المشكلة في كثير من الناس بيعتقدوا إنه خلص الميلاد يوم يومين ثلاثة بننبسط فيه وبنبسطوا الأولاد وبنتهي، ولكن المشكلة مش هيك. المشكلة كما حكت ست ماري هو إنه يجب أن يظل دائما الميلاد مرافق إنا ومرافق للوطن، لأنه الميلاد هو تعبير عن تمسك الإنسان في الأرض. وإلا لماذا اختار السيد المسيح بيت لحم أن يولد فيها؟ هذا سؤال يضفي على علاقة الإنسان بالوطن، يضفي عليه معنى كبير. ليش المسيح اختار بلد معين يولد فيها؟ لماذا احنا اخترنا عمان مثلا أن ندافع عنها؟ هذا هو دكتور. بس يعني على قصة بيت لحم، يعني وردت كل النبوءات تقول وأنت يا بيت لحم الصغيرة بين المدن يخرج منك مدبر الأمم. فإحنا كل العالم يتوحد مع بيت لحم، أجراسنا حين تقرأ تتوحد مع الحدث الأعظم في مدينة بيت لحم مبدئي من الله. نعم، يعني نحن أبناء الله. العيد هو هذه الشراكة العظيمة ما بين الأرض والسماء. يعني بالبداية حكيت عن الأحداث، يعني أنا أقول نحن الدين لله والوطن للجميع، نحن نستمد حقوقنا في هذا الوطن من حق المواطنة. العرب المسيحيين هم مكون أساسي، ومنذ فجر التاريخ يعني أكثر من 2000 سنة نحن على هذه الأرض. من أرضنا انطلقت رسالة المحبة إلى العالم. فيعني إحنا لما أحياناً بيجي ناس يبشرنا بهذا الوطن نقول نحن أهل البشارة. من هنا كانت صرخة الميلاد ويقظة الضمير إلى العالم أجمع. فمسيحنا يعني إحنا بنفتخر أنه شرقي ابن فلسطين، يعني تجسد بهذه الأرض المباركة اللي هي أرض فلسطين، أرض الديانات المقدسة. بس أنا بدي أذكرك بأنه جلالة الملك عبد الله قال أن المسيحيين هم أساس في الوطن. طبعا يعني هذه كلمة يعني ما بيختلف عليها اثنين. كون المسيحية متجذرة تاريخيا وجوديا في هذا الوطن. احنا مش شعب طارئ، ولذلك انا يوم اعترضت انت على احد دكاترة الجامعة الأردنية دكتور لما قال انه نحن بقايا البيزنطيين، الحقيقة يعني كان الاعتراض يعني حاد جدا وصالح جدا ان يكون دفاعا عن الوطن. شكرا دكتور. لانه نحن اصل الوطن. نعم دكتور. انا بشكرك دكتور على هالمداخله الجميله، والمره هاي مداخلتك اختلفت عن المداخلات اللاهوتيه.
واصبحت مداخلات اكثر وطنيه. انا استغليت الفرصه. نعم. انا اسلم على الست ميري. نعم. الله يسلمك. الله يسلمك. وهي وهي ايضا فخوره بهذه الصداقه بيناتكم، خاصه وانكم يعني تتخاطبون بنفس النهج ونفس اللغه. شكرا دكتور، وبشكرك. أهلاً. وصباحك نور. اهلا اهلا. الله يسعدك يا رب. ست ماري، منذ بدء الخلق، نرجع لموضوعنا انه المراه منذ بدء الخلق وبسفر التكوين مذكور انه خلق الله ادم، وعندما كان في سبات ادم في سباته اخذ ضلع من اضلاع ادم ونفخ فيه الروح واصبحت المراه. ولما وجد ادم المراه امامه قال هذه عظم من عظامي وهذا لحمي، يعني جعلهم تساويين. وهذه النظرة الأولى من آدم لهذه المرأة، النظرة أنها هي مساوية له، هذه عظم من عظامي وهذه لحمي. فطبعا أباء الكنيسة بدأوا بتفسير لماذا أخذ ضلع من أضلاعه، عشان قريب من القلب، إنه المرأة بتكون دائما قريبة من قلب زوجها، انه ما اخذهاش من اجره ما اخذهاش من ايده، ما اخذهاش من اي ضلع، اخذه من ضلع، وهذا الضلع اللي هو في داخله القلب، فعلى اساس انها تكون قريبه. فهذه النظره تشوهت متى؟ منذ سقوط ادم وحواء في الخطيئه. الخطيئه هي اللي شوهت هذه النظره، لكنها هي منذ بدء الخلق نظرة آدم للمرأة نظرة متساوية. فما معنى هلأ الخطيئة هي التي تشوه نظرتنا؟ عادة نحن لما بنطلع على شخص معين وبنعطيه قيمة بحياتنا، ولما بيوقع بالخطأ أو هيك تسقط هذه النظرة وتتشوه. فكيف نظرة آدم أو البشرية لحواء بعد سقوط آدم في الخطيئة، لأنه كمان حمل حواء سبب هذا السقوط، لكن بعد هذا أراد الله أنه يرجع قيمة المرأة ويرجع النظرة المحترمة وكرامة المرأة، بأنه أخذها جسم المرأة، ولد من رحم امرأة وتجسد الإله من امرأة، عساس يرجع، لأنه حس طبعا ربنا أنه نظرة الشعوب للمرأة أصبحت نظرة دونية منذ بدء الخليقة، منذ سقوط آدم في الخطيئة، وحملوها المسؤولية. فكيف ترين هذا؟ أولا يعني لما بنشوف عملية الخلق وقصة، يعني إحنا هذه قصص اللي وردت بالتوراة والقصص. نعم. القديمة، انه هكذا خلق الله الانسان وجبلة الانسان من طين. لكن انا لما بستوقف لي انه لما بتحكي انه اخذ ضلع واخذ. نعم. هي سميت امرأة لانها من امرأة اخذت. نعم. فهذا يعني اعطى للمرأة السمو. الادم خلق من جبل الطين، بينما المرأة خلقت من دم ولحم. فهي ربنا يعني هون مش انتقاص، بالعكس لما بنأخذ البعد اللاهوتي والفلسفي بديانات كثيرة، هي عظمة أعطى للمرأة بأنها لم تخلق من الطين. الطين قد يتعرض إلى الفساد، قد يتعرض إلى التحول، ولكن هذه المرأة خلقت مباشرة بحكمة الخالق من دم ولحم، فهي أعطاها مكانة أعلى. يعني اللي بيحكي لك إنها أقل، يعني اللي دائما بيردد المرأة ضلع قاصر بسبب هذا الضلع، لا، هي أنا بحكي لك هي ضلع، هي متفوق بعملية الخلق. يعني إذا بدنا نأخذها بالبعد اللاهوتي والفلسفي للقضية، المرأة يعني هي أدخلوها، يعني أنا كتبت مقال مرة يعني قصة التفاحة. بعدين احنا لازلنا نحاكم كنساء على انه انتم سبب الخطيئة في العالم. نعم.
فأنا بقول لهم نحن لم نأكل التفاح ولم نقطف التفاح، فليش أنا أظل متحمل وزر خطيئة حواء القديمة؟ أنا بالنسبة إلي أنا ولدت ولادة جديدة، يعني هي المجد لاسم الله، أعاد إصلاح السماء والأرض بعملية التجسد والخلق الجديدة. يعني إحنا نسينا حواء القديمة والآن نحن أبناء العذراء الجديدة. هذه عملية الخلق اللي وحدت ما بين إرادة الخالق، يعني تجسد الإله ليؤله الإنسان. يعني أين نجد أعظم من أنه يرتقي الإنسان أنه يكون ابن الإله؟ نعم. فإحنا أعطانا الأبوة لما كان على الصليب، قال العذراء للقديس يوحنا هذه أمك. نعم. وهذا يعني أعطاها للبشرية. نعم. وجعلها أمة للبشرية، يعني جعلنا أعطانا هالأمة الجديدة. نعم. فإحنا بسر صحة سر الأمومة الجديد اللي أخذناه من مريم العذراء. نعم. واللي أشرق أعطت علينا معنا بنعمة عظيمة. نعم. أشرقت أرجعت علينا كرامة المرأة، يعني كرامة المرأة أصبحت لا بل تتفوق على أي كائن بشري آخر. نعم. على أي مخلوق في هذا الكون. فالعظمة الخالق عندما اختار العذراء إنها تكون أم الإله، فيعني هل هناك أعظم من ذلك؟ نعم. يعني إحنا كنساء يعني أحيانا سوء الفهم وسوء اللي المواقف اللي بنحط فيها بنحس بالضعف بنحس بالهزيمة، لكن أنا بحكي لكل مرأة إنه هذه موروثات مجتمع. هذا الفكر الضيق المحدود حولنا هو اللي بيحطنا بدونية. لازم تفتخري بإنه أنت سيدة الكون، أنت سيدة الحضور البهي، أنت يعني شريكة الله في عملية الخلق. يعني سر الأمومة يعني لا يوجد أعظم من هذا السر. يعني كل مشاعر الدنيا، يعني كل العلماء الفلاسفة يقفون بالعجز أمام فهم سر الأمومة وتضحياتها. فهو بالعكس يعني إحنا في قصص كثيرة عاد لحواء الجديدة. نعم. مكانتها. نعم. عاد إلها قدسيتها، فما نراه من خلافات هي من صنع واقعي مجتمعي يرفض هذا الحضور للمرأة وينتقص من حقوقها. لكن الحمد لله احنا عندنا الأردن يعني المرأة أخذت دور، يعني وبعتبر انه هو هذا الدور لمكانتها ولثقافتها ولعلمها، ارتقت لمناصب عليا. في عندنا المرأة بالبرلمان والمرأة بالحكومة، المرأة بالجيش، المرأة في التعليم، المرأة في عدة مجالات، في الطب، في التمريض، في مجالات عدة، ولا في يعني لا يمكن الاستغناء عن المرأة خاصة في هذه المجالات. فعندنا هذا الانفتاح للمرأة وإعطاء لها دور وحضور، يعني ومثل حضرتك ميري يعني أنت كمان تمثلي المرأة اللي إلها الحرية في التعبير عن رأيها، وفي إلها الحرية في إعلان يعني والتعبير عن ثقافتها وأيضا رأيها، ويحترم رأيها بعدة مجالس ومؤتمرات تشاركين فيه وتبدي رأيك، خاصة أنك تدافعين كمان بلجان مختلفة في مؤسسات مختلفة، في لجان للمرأة والدفاع عن كرامة المرأة وحقوق المرأة القانونية والتشريعية والدستورية وإلى آخره. لكن أحيانا المرأة تتعرض للاضطهاد، خلينا بحكي عن المرأة المسيحية، ونكون نحن في نورسات نتحدث عن المرأة المسيحية وكيف يعني نظرة المجتمع المسيحي وكيف نظرة الكنيسة. أحيانا نحمل الكنيسة أو القائمين على الكنيسة بنحملهم عبء أو بنحملهم الصورة المشوهة التي يعطوها أحيانا للمرأة أنها هي دون يعني مستوى آخر إلى آخره. طبعا إحنا ما بعمم، لكن هناك نعم نظرة كنسية المجتمع بيحملها للكنيسة أنه هي اللي عم تعطي هذه النظرة مش أنا، خاصة في بعض الآيات الموجودة في الكتاب المقدس، يا أيتها النساء اخضعنا للرجال كنا. بعدين لما بقصة الكون حملوا المرأة الخطيئة الأصلية وأنت السبب، وكثير في مجالسنا نحن بين الرجال بقولك ما هي النساء هي اللي وصلتنا لهذا العذاب اللي احنا فيه، وبيحملوا كمان المرأة مع أنه كانت خطيئة آدم
انه انت كيف رديت؟ طب ما انا اعطيتك الوصيه يا ادم انك لا تاكل من هذه، حتى لو اجبرتك حواء فلازم انت تطيع او تسمع كلام حواء بما يوحي بوصايا ربنا، انه مش خارج وصيه ربنا. عشان هيك احنا كمان بنحمل مجتمعنا للرجال انه تسمعوا لنسائكم احيانا، لكن احنا ما بنمنع، اسمعوا لنسائكم احيانا في النصح والارشاد والتربيه، وخاصه في موضوع الاطفال والبيت واداره البيت، واحيانا ارائها بتتخذ لكن ضمن وصايا ربنا. يعني اذا المراه بدها تقودك الى خارج وصيه ربنا تعمل الخطيئه، انت تقع مثل ما وقع ادم في الخطيئه مره اخرى وبتعيد الكره مره ثانيه. لكن حضرتك ميري، كيف تري هذا اللغط وهذا التناقض ما بين نظرة المرأة في الكنيسة ونظرة المرأة في المجتمع كنسيا كروحيا؟ يعني دكتورة، احنا الانسان ابن بيئته ومجتمعه، يعني انا ما بحمل وضع كنسي نعم، او وضع في عنا وضع مجتمعي قائم نعم، الثقافة السائدة اللي حوالي بالمجتمع يعني أنا أتأثر يعني أتأثر فيها. يعني لو أجينا أنا على القوانين الكنسية نعم، عنا لازلنا إحنا نطبق الشرع في محاكمنا الكنسية، يعني رغم إنه في خصوصية لهذه الجهات ببعدها الديني والروحي، ولكن لازلنا نطبق هذا البعد الشرعي نعم، والبعد الشرعي إله رؤية المختلفة. فيعني أنا بعتبر أنه ليس من العدالة أن أطبق قانون على جهة غير ملتزمة فيه بالأصل يعني نعم. فهذا اللي أدى إلى تشويه الصورة. إحنا كنسياً يعني إحنا متساويين، الرجل والمرأة في حقوق الشرعية، لكن إحنا ما نطبق هذا الشيء. إحنا يعني كنسياً الكنيسة تقول أبناء الكنيسة أبناء الله نعم. يعني لما نقول أبناء يعني أنا ما بميز بين ابن وبنت، يعني نعم. هذا التمييز الكنيسة، يعني إحنا كلنا المؤمنين لما بنحضر للكنيسة كلنا متساوين أبناء الله، ولكن هذه الإرث المجتمعي اللي نعم. بده ينعكس على علاقاتنا، يعني الكنيسة عبر الأجيال ما استطاعت إنها توضح الهوية لكل فئة، يعني بجوز بالمجتمعات اللي قانونها مدني. يعني أنا وأنا بحمل ميري المسؤولية على الكنيسة في أنا الدفاع. بحملها الدفاع عن المرأة إنها يعني إحنا اشتغلنا على التشريعات ومجموعة من الناشطات على أساس إنه الوضع القانون الكنسي اللي خاص بمجالسنا الرعوية نعم. يعني كونه يعني يجب أن ينسجم القانون مع معطيات الثقافة والإيمان والعقيدة اللي إحنا فيه، ولكن لازال هناك الكنيسة يعني بحملها المسؤولية إنه لم تكن جادة بالتعاون باحتضان هذا القانون وتطبيقه. فالانتقاص بحق المرأة كنسيا أنا بقول لك لأنه إحنا نأخذ يعني القانون اللي يطبق علينا للذكر مثل حظ الأنثيين، حضانة الأبناء نعم. قديش فيها عذاب ويعني إهانة كثير لمفهوم الأسرة نعم. وإحنا بنرجع أنه كان هناك في روحانية وكمان عدم توريث مثلا العيلة اللي فيها بس بنات ما فيهاش يعني إحنا يا أولاد. دكتورة لا زلنا لا نطبق قانون خاص فينا، يعني بعدين بدول العالم اللي عندها القانون المدني يحفظ حق الجميع نعم. مثلا في وصية، لكن عندنا بالقانون الأردني لا وصية للوارث نعم. يعني بيرجعوا يعني أنا بحالات كثير بنمر فيها نعم. طب يا أخي أنا بناتي هذول عندي 3 بنات، طب يعني شو إنه يجي ابن عم أبوي يورث مع بناتي لأنه ذكر يعني نعم. هل الذكورة بتعطي حقوق لكن بس يعني على أساس بالمكتسبات نعم. فهذا مرفوض. يعني أتمنى على المجالس الرعوية عنا إنها تنظر لأنه في عذاب كثير للأمهات نعم. وللأسف يعني كنا نؤمن إنه ما جمعه الله لا يفرقه إنسان نعم. لكن أنا عملت دراسة بالمحاكم الكنسية عنا، يعني 45% قاعدة بترتفع نسبة الطلاق نعم. لأنه ما في مكومة يعني مفهوم
تكوين أسرة ما عاد، عملنا برامج على أساس إعداد المقبلين على الزواج لمفهوم الأسرة، يعني طبقناها لفترة بالكنيسة وإجت الكورونا غيرت كل إشي. حسينا أنه يا أخي أنا بدي أطلع رخصة السواقة، بدي أتعلم كيف أسوق السيارة، كيف بدي أدير أسرة إذا أنا مش مؤهل. فيجب أنه الكنيسة إنها يعني أنا مع احترامي لكل الأباء الأجلة ولكل المفهوم، يعني إنه إحنا الكنيسة مش وظيفة زي أو وظيفة تعمل لي قداس وتعمل لي إكليل وكل الأشياء هاي. يعني أنا بتمنى إنه نكون حاضنة للشباب، حاضنة للأسر أمام تحديات تفوق قدرة أي أسرة إنها تواجهها. ففي هذا الزمن الميلادي المجيد، زمن المحبة، أتمنى أن تكون المحبة هي الراعية لكل أسرنا، أن تكون يعني قلب كل منا مغارة للميلاد، يحتضن الأسرة، يحتضن أبنائه، أنه يجمعنا بها المغارة، مغارة المحبة. يعني الشتات اللي صار، يعني أنا بحكي لك، يعني أنا كأم هلا مضطرة أسافر لأنه بقدرش أكون غير مع أولادي. نعم، خاصة في أعياد الميلاد. في الأعياد إنه هي توحدنا المحبة. نعم، وهي بتجمع. وهي بتجمعنا. فأتمنى على كل أسرة، يعني لما بحكي أهل فحيص، يعني ثلثين أهل فحيص صفوا مغتربين. نعم. نحن لا نريد أن نترك هذا الوطن، بس يجب أن نعمل، يعني الخطر القائم إنه كيف نعمل على تثبيت العرب المسيحيين في هذا الأرض. هذه مسؤولية يجب أن تعيها المجالس الرعوية. يعني ما بدي أنا بس تعمل لي تهاني وحفلات وأشياء، أنا بدي كيف تحافظ على هويتي وتثبتني بهذا الأرض. أنا ما بدي أصحى بعد 20 سنة ألاقي أنه ما فيش مسيحيين بهذا الأرض، لا سمح الله. دكتورة باسمة، يعني أنا من هذا المنبر يعني بشكركم كثير، بتمنى أنه مواصلة الرسالة، يعني وأنتم محط أنظار الجميع. يعني أنا لما بدي شيء روحي بفتح عليكم، لما بكون متضايقة بلاقي عندكم الإجابة. فبتمنى أنها تكون هذه المحطة كما هي داعمة روحية للجميع، أنه الكل يدعم مثل هذه المحطات حتى تستمر في رسالتها. لأنه أنا بعرف أنه لما بنروح على أمريكا بالأعياد خاصة فيش بيت غير فاتح على النورسات. فربنا يباركنا جميعا، يبارك هذا الوطن، يمنح السلام. يعني اليوم احنا يعني بالاحداث اللي بالوطن، ان شاء الله ربنا نجتاز هذه الأزمة. وبتمنى الصلاة من الجميع، يعني اسلام ومسيحية كنا نصلي لأمن وسلامة هذا الوطن. اليوم في عنا الساعة 6 اهل فحيص، كل الكنائس راح تقرأ اجراسها وقفة تضامنية مع وطننا اللي نتمنى ان يتعافى، ومع اسر الشهداء، وحمى الله الأردن في ظل القيادة الهاشمية اللي بنعتز وبنفاخر الدنيا فيها. وأقول كل عام وأنتم بخير لأبناء الوطن والمغتربين وكل من يؤمن برسالة المحبة. شكرا لك يا ست ماري على هذا الكلام وهذا التوضيح، وأيضا على الجرأة في طرح بعض المواضيع الخاصة في حقوق المرأة الكنسية كنسيا. يعني لا يجوز أن ندفن رأسنا بالرمل، لأنه الحق حق. يعني لا يجوز أني أنا أفصله حسب مزاج كل واحد. يعني المزاجية هي اللي أوصلت إلى مسخ الحقوق وأصبحت يعني انتقصت من العدالة. ارجع لي على المادة السادسة، الأردنيين متساويين وخلص الحقوق والواجبات. أنا طبعا أنت مثل ما ذكرتي عندنا متابعين من أستراليا، وعندنا متابعين من ليبيا ومن الدول العربية المختلفة، برسلوا تحياتهم وأيضا إشادتهم في الكلام التي تم سماع المستمع اللي استمعوا إليه. طبعا نحن كنا نتحدث عن المرأة ودورها في الكنيسة، المرأة الحاضرة في الكنيسة، المرأة الشريكة في الفداء وعملية الخلاص. عندما نتحدث عن المرأة الأم اللي خلفت وأنجبت وربت وتعبت وتألمت، إن كان الألم من الفقد، الألم من المرض، الألم من المعاناة، من الفقر، من التشرد، من التهجير، من الغربة، من الاغتراب، هذا كله ألام تعرضت له أيضا مريم العذراء. فنحن
نمشي ونسير دائما في على خطى مريم العذراء في حياتها. لما منقول أخ يا وجعي، منقول مريم العذراء توجعت، أخ يا أنا بمهاجر مهجرة، مريم العذراء تهجرت أيضا وخافت وأخذت طفلها هي ويوسف وهاجروا وتشردوا في البراري مشيا حتى وصلت لمصر، وهناك ما نعرفش مش مذكور بالكتاب المقدس كم سنة قعدت في مصر عبين ما مات هيرودس والطاغية ورجعت للناصرة. وأيضا مريم العذراء ضاع ابنها، فقدت ابنها بالهيكل في القدس لمدة 3 أيام وهي متألمة من الفقد حتى لقته. مريم العذراء تألمت عندما صلب يسوع المسيح، تألمت عندما كان يروح ويعلم في البراري والتلاميذ، وكانت دائما تخاف عليه لما بيرجع، تخاف عليه من اليهود، تخاف عليه من الفريسيين لأنهم كانوا دائما بدوروا عليه، بدهم ينتقصوا، بدهم دائما عندها خوف كان على يسوع المسيح، لكنها مؤمنة بالرسالة التي جاء فيها السيد المسيح وهي رسالة الخلاص، وكانت تحفظ كل شيء في قلبها. مريم العذراء لما صعد يسوع إلى السماء هي اللي لمت الرسل وكانت دائما على تواصل معهم، كانت أم لإلهم. عشان هيك كمان برقاد السيدة العذراء طلبت كل التلاميذ يكونوا حواليها واستجاب بطريقة عجبية زي ما بقول عجائبية، لأنه التموا والتأموا القديسين الرسل الأوائل عند رقادها. فعانت، فعندما نعاني أو عندما نتعرض لضغوطات المرأة تتشبه بالمريم العذراء لكي تلقي العزاء، أن مريم العذراء لاقت هذا الألم وشعرت في هذا الألم. فكوني امرأة، ما تخجلي من كونك امرأة، وانت كرامتك محفوظة، انت اللي بتقدر تحافظي. المرأة هي اللي تحافظ على كرامتها، هي اللي بتعطي لنفسها قيمة، ما تأخذ القيمة من الغير. إذا انت أعطيتي قيمة لنفسك، الغير بتطلع على هذه القيمة للمعطاية من نفسك أولا. فأعطي نفسك القيمة وأعطي نفسك الكرامة أولا، رح تجديها في عيون الآخرين. لكن لما أنت بتحطي نفسك بصورة دونية وتطلعي على حالك أنك أنت أقل من الرجل، أقل من الجميع، هون الناس والرجل يتطلع عليك وينظر إليك أنك أنت أقل. فكوني قوية، كوني أنت امرأة مثل ما أرادها الله، مثل ما خلقك الله كمان على صورته ومثاله. فبتمنى للجميع المحبة والسلام. أنا بحكي كوني أنت وأمامك مثال الدكتورة باسمة، الله يسعدك، استطاعت إنها تكون مركز إشعاع ونور. يعني أنا بوجه الرسالة، إحنا دائما نقول للمرأة، لكن إحنا نوجه الخطاب للطرفين، إنه كيان المرأة واحترامها، احترام الرجل للمرأة يدل على سمو ورقي. أقول نحن في هذا المجتمع يعني يجب أن نستوعب رسالة إنه الطائر يحلق بجناحين، يعني حين يقال الطائر مهيض الجناح معناته ما بيقدر يحلق. فهي المرأة والرجل هم اللي بيحلقوا بالأسرة والمحبة. ودائما أقول أخي دعني أسير جنبك لا خلفك، لأني لما بدي أظل خلفك رح أعيق مسيرتك وراح تأخذ مدة ومسافة أطول حتى تصل لهدف. وإن شاء الله إن شاء الله منضلنا سائرين يكون المرأة المحلقين القدوة اللي ما يعني أنا بقى كمان يعني أن لا تنساق المرأة وتخضع لما يريدها الإعلام البشع. نعم. إنها تكون صورة مشوهة ونمط استهلاكي مفرغ من المحتوى. نعم. هذا نعم. اللي بيحارب المرأة بالمجتمع. أكيد. أنا بشكر متابعتكم على حلقتنا هذا النهار، وطبعا هذه الحلقة قبل عيد الميلاد، فإحنا بنتمنى لكم أعياد مباركة وعيد ميلاد مجيد لكل أصدقائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وعلى نورسات وتلفزيون تيلي لومير. بشكر ضيفتنا العزيزة ميري حنتر لهذا الصباح، نتمنى لك أعياد مباركة مجيدة. شكرا. وأنت مسافرة بكرة عند أولادك، إن شاء الله يا ربي أعياد مجيدة تحمل المحبة والسلام والسعادة وهدأة البال زي ما بقوله. وأنتم أصدقائنا لنا لقاء إن شاء الله بعد الأسبوع القادم، طبعا بيصادف عيد الميلاد زي ما حكينا بعد عيد الميلاد.
لقاؤنا قريب، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله. ورحم الله الشهداء مرة أخرى الشهداء. والسلام نعم. لهذا الوطن، وكل عام وأنتم بألف نعم. خير. يا يسوع نجمي بالسماء، عنوان ميلادك يسوع، عنوان المحبة وحدك يا يسوع، نجمي بالسماء، عنوان ميلادك يسوع، عنوان المحبة انت وحدك يا يسوع، من ولد بمغارة صغيرة انت وحدك يا يسوع، من كان من عيلة فقيرة انت يا يسوع، من ولد بمغارة صغيرة انت وحدك يا يسوع، من كان من عيلة فقيرة انت يا يسوع، يا يسوع، يا يا يسوع، خلاص النفوس انت وحدك يا يسوع، طلوا المجوس ليشوفوا الطفل يسوع، خلاص النفوس انت وحدك يا يسوع، من ولد بمغارة صغيرة انت وحدك يا يسوع، مين كان من عيلة فقيرة انت يا يسوع، من ولد بمغارة صغيرة انت وحدك يا يسوع، مين كان من عيلة فقير انت يا يسوع، يا يسوع، يا يا يسوع، فرحة الدنيا في ولادة يسوع، والعذراء بتعتني فرحة الدنيا دي ولادة يسوع، والعذراء بتعتني بطفلها يسوع، من ولد بمغارة صغيرة انت وحدك يا يسوع، من كان من عيلة فقيرة انت يا يسوع، من ولد بمغارة صغيرة انت وحدك يا يسوع، من كان من عيلة فقيرة انت يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع، يا يسوع.